الجنه هي ايه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احلى الحديث عن الجنه يا رب يا رب، وما اعظم الاشتياق الى الجنه يا رب يا رب، وما اعظم ذكر الجنه الله، وما اعظم الكلام عن الجنة الله، لأنها سلعة الله الغالية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الله، فأغلى شيء عند ربنا سبحانه وتعالى باعه لنا الجنة، ولذلك ثمن الجنة غالي جدا جدا جدا. ومن إيه ومن تعجبه الحسناء فلا يغليه المهر. يعني انت عاوز المرأة الجميلة الحسناء، لو قال لك مهرها 100,000 دولار تدفعه؟ نعم. انت مش عاوزها الجنة؟ لا لا، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. هذا هو العقد. الله سبحانه وتعالى منذ ان اصبح المسلم مؤمنا في سن التكليف بقى مؤمن، مش مسلم بقى مؤمن، اقام اركان الاسلام الخمسة واركان الايمان الستة، قد كتب عقد بينه وبين الله في كتابه وشهد عليه الأنبياء، ألا وهو عقد بيع الجنة من الله لمين؟ للعبد. إن الله بس خد مقابل هذا الجنة ها نفسه وماله. يعني إذا أنت ما خلقت إلا من أجل الجنة. وكيف لا تذكر الجنة، وكيف لا تفكر في الجنة، وكيف لا تشتاق إلى الجنة وهي مكانك الأصلي. فآدم أبوك أول ما خلق دخل الجنة، ثم نزل إلى الدنيا في رحلة على هذا الكوكب، وأنت تقوم بهذه الرحلة كما قام آدم، ثم رجع إلى الجنة، فأنت الأصل أن ترجع إلى الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو اللي هو إبليس، فهل يا ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه؟ هل هنرجع الجنة ولا ايه؟ هنرجع ان شاء الله. طيب يا دكتور، الجنة دي يعني ايه معنى الجنة؟ لغة تانية واصطلاحها البستان. البستان معنى الجنة يعني البستان. نعم. اللي هو بيجن البستان الاخضر الكثيف، اللي هو لغة تانية اللي تبص مش شايف حاجة من وراها، كله الله. حاجات خضراء زرع اخضر، معنى الجنة. طيب يا دكتور، الجنة دي هتكون يوم القيامة فقط؟ لا لا لا. ولا هي مخلوقة؟ إن الله خلق منذ الجنة الأزل. والنار منذ خلق السماوات والأرض. الجنة والنار؟ والنار كمان. يعني النار موجودة سيدنا. والجنة موجودة؟ طبعا. وخلقت الجنة والنار قبل بني آدم، قبل إيه؟ ها؟ سيدنا آدم. لأن لو ما اتخلق قالوا ادخل الجنة، دخلوا الجنة خلاص مخلوقة. طب هم فين بقى؟ في الجنة والنار الجنة دول. الجنة الجنة عند سدرة المنتهى بعد في السماء السابعة، والنار في الارض السفلى تحت في الاسفل السافلين تحت، كما قال اهل العلم في ذلك. ولذلك الانسان يا استاذ محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يغرغر او يموت ويرى ملك الموت، يرى ملك الموت لاول مره في حياته، خلاص عاين الموت، خلاص ما عادش في توبه ولا عاد في اي حاجه. هذا الانسان يرى مقعده من الجنه او النار. مقعده، تصور انت ميت في بلدك وفي بيتك او في البحر او في اي مكان، مت او في مكه او في اي مكان، ساعه ما تغرغر مش بالك الموت، تبص كده بصرك الحديد ده اللي هو البصر اللي هو الايه الحديد اللي هو هيعيش معاك بقى ليه؟ لان بصرك هو الوحيد اللي بيتغير في جسمك قبل ان تتغير كل اجزاء جسمك عند باب الجنه. ليه؟ لانك هتشوف ملك الموت. الوقت ما تعرفش مين الملائكه، الوقت تقدر تشوفها وتقدر تشوف ربنا وتقدر تشوف الجنه ولا النار الوقت. ليه؟ لان عقلك ضعيف وبصرك ضعيف، بصر طب 6/6 تشوف مثلا 4 كيلو 5 كيلو، لكن بصرك بقى الحديد ده هو اللي ربنا قال فبصرك اليوم حديد عند الغرغرة، خلاص تغير البصر الشرعي، البصر اللي هو الطبي اللي هو العين 6/6 ببصر ايه اسمه، بصر القيامة، بصر الأخرى، بصر الجنة او بصر الدار الآخرة. تشوف بقى ايه وانت قاعد في المكان، شوف السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، خد على سبع. تشوف بقى موقعك انت في الفردوس الاعلى، في 70، في 80، في 100، فين انت بقى في مكانك في الجنه.